ولا دعني أسألك أستاذ نشأت، يعني ليس كإعلام، كمواطن مصري نشأت فيه، هل أنت تتأثر عندما تكون هناك حالة طوارئ معلنة؟ هل تتأثر حياتك اليومية كنشأة الديهي خلال ذهابك إلى العمل ومجيئك من المنزل؟ هل تشعر بأي اختلاف؟ أنا أرى إنه فرض إجابة حاسمة، لم أتأثر على الإطلاق، لا قولا ولا في الفعل ولا في التحرك من جراء تطبيق حالة الطوارئ، وإنما أستشعر الأمن والأمان، وأن هناك أداة في يد الدولة تستطيع إن هي تتخلص من أعداء الدولة لحماية المواطن. مظبوط كده. يبقى حالة الطوارئ لا تؤثر على المواطن العادي في شيء، لا تؤثر على الحريات العامة في شيء. من يتأثر بحالة الطوارئ، من يخاف حالة الطوارئ، من يرهب حالة الطوارئ، هم الإرهابيين الآثمين الذين يريدون أن يعيشوا في الأرض فسادا. أما المواطن العادي المصري الذي يعني يمارس دوره في هذا المجتمع لا يتأثر مطلقا بأي يعني سلبيا بحالة الطوارئ، بل على العكس كما حضرتك ذكرت يشعر بمزيد من الأمن، يشعر بمزيد من الأمان، ويشعر أن أيضا هناك أداة قوية في يد شرطته وفي يد القوات المسلحة لضرب هؤلاء الإرهابيين يعني واكتفاسهم من بلاده. المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنا بشكرك جدا على هذه المداخلة. والله المستشار نادر يعني خلق لي حالة طاقة إيجابية، لأنه هو الراجل لسه متولي مسؤوليته بقاله أسابيع، لكنه بسم الله ما شاء الله يعني حنكة في إدارة وفي حاجة تفرح صراحة. نادر سعد حاجة تفرح، أنا مبسوط جدا والله، لأنه الراجل مش بيأدي دور وظيفي، لا ده فاهم ومقتنع وعايش الحالة تماما، وهو ده اللي احنا عايزينه، ده اللي احنا محتاجينه. إعادة تعريف المتحدث الرسمي مرة أخرى وإعادة الانتقاء، ما فيهاش حاجة نغير، نشوف الناس ايه اهو. نادر سعد بسم الله ما شاء الله حاجة